ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نال حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو إشادة وثناء المغاربة، مؤكدين أن فضله كبير في الانتصار المحقق على غانا في المباراة الافتتاحية للأسود بكأس أمم إفريقيا. وإلى جانب تألق سفيان بوفال وصمود الخط الخلفي للمنتخب المغربي، أجمع المتابعون على أن تصدي بونو كان مؤثرا وحافظ على حظوظ المجموعة إلى حين تمكن لاعب أونجي الفرنسي من التسجيل. وتمكن بونو من التصدي لكرة كانت موجهة نحو المرمى، مبهرا المتابعين والمغاربة الذين أشادوا به وأجمعوا على أنه النجم الثاني في المباراة بعد بوفال. واستهل الأسود مشوارهما في كأس أمم إفريقيا بالانتصار على غانا بهدف دون رد في مباراة عرفت غيابات عديدة من المنتخب المغربي.